صباح الخير وصباح الجمال وصباح السعادة على حضراتكم. بدأنا يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح البلد على شاشتكم صدى البلد. كل يوم بيكون مع حضراتكم على مدار ساعتين من 8 ل 10. كل يوم بنقدم لكم مواضيع جديدة ومختلفة إن شاء الله تعجبكم. بس أهم حاجة إن شاء الله النهاردة يوم يكون مليان خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية، ودايما يا رب تكونوا سعداء ومبسوطين. مش هينفع أقول أي حاجة تانية غير ما صباح على نهاد. صباح الفل يا نهاد، يومك حلو يا رب إن شاء الله. مش هينفع أقول حاجة تانية، إيه بقى؟ صباح الخير. صباح الخير يا داليا، يومك جميل يا رب. أهلا وسهلا مشاهدين زي الفل كده يا رب، وتقضوا يوم حلو قوي معانا. وزي ما داليا لسه قايلة لكم، معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10 بفقرات كتيرة متنوعة إن شاء الله كده تعجبكم وتستمتعوا معانا على مدار ساعتين. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. نبدأ يومنا مع حضراتكم كده ونتكلم إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس في قصر الاتحادية محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، اللي بيزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة. وأكد الرئيس خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. الرئيس كمان يا داليا أكد على الحرص على تعزيز وتنويع التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وأيضا الثقافية، سواء بقى على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. وأشاد رئيس الوزراء العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية اللي بتجمع بين البلدين. تعالوا كده نروح ونعرف أكتر من خلال التقرير ونرجع نكمل معاكم. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق والوفد الحكومي الموسع المرافق له، الذي يزور مصر حاليا للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة. وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. من جانبه أشاد رئيس الوزراء العراقي بالعلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على دفع آليات التعاون الثنائي والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر في مارس الماضي، لا سيما من خلال تعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية في مختلف المجالات، وذلك في ضوء النموذج المصري الذي يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ضوء الدور المحوري للدولتين في المنطقة وحرصهما على التصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة، وبما يحقق آمال شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية. خلينا بقى دلوقتي كده نقول لحضراتكم فقرتنا ايه النهارده. كالعاده بيكون عندنا فقرات متنوعه، الفقره الاولى لقراءه وتحليل اهم وابرز العناوين ومنشطات الصحف والمواقع الالكترونيه، وهيكون معانا فيها الكاتب الصحفي الاستاذ رفعت فياض مدير تحرير جريده اخبار اليوم. اما فقرتنا الثانيه فهتكون طبعا فقره معاك يا داليا، وهنتكلم فيها عن الذكاء الاصطناعي وتدخله في حياتنا بقوه، لان في حاجات كتير بدات انها تظهر منه دلوقتي. يعني زي ما احنا شايفين بقى الذكاء الاصطناعي دخل في حياتنا كتير. هيكون ضيفنا في الفقره دي المهندس مصطفى رحيم خبير النظم والمعلومات. معانا ايه تاني بقى؟ فقرتنا الاخيره زي ما احنا متعودين ان يعني هي تكون فقره طبيه. فقرتنا الطبيه النهارده هنتكلم فيها عن امراض الذكوره. هيكون معانا دكتور خالد حافظ استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال وزميل يونيفرسيتي كوليدج لندن بانجلترا. ان شاء الله تكون فقرة مهمه ونشوف فيها تفاصيل كتير. طيب بالنسبه لبقى ان احنا خلاص داخلين على ويك اند كده، بتفكري تخرجي تروحي في اي مكان؟ احنا مستنى نشوف. طبعا احنا بقى احنا عارفين ان انت على طول عايزه الاسبوع كله ويك اند عشان تخرجي. كلنا عايزين اجازه، انا بس كلنا عايزين اجازه. كلنا عايزين اجازه. تعالي كده نروح ونتعرف على الاجنده الثقافيه والفنيه واهم الاحداث والمناسبات اللي ممكن تروحوها النهارده 14 يونيو.
طبعا حالة الطقس دلوقتي بتشغل ناس كتيرة جدا، فخليني أطمنكم النهاردة أخبار الطقس إيه. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية نتيجة لوجود منخفض جوي بيترتب عليه نشاط للرياح محملة بالرمال والأتربة وارتفاع درجات الحرارة. هيسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء. وخليني أقول لكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في بعض من محافظات الجمهورية، والبداية مع القاهرة. القاهرة سجلت النهاردة العظمى 36، أما الصغرى 22، اسكندرية 28، 22، إسماعيلية 34، 20، الغردقة 39، 26، المنيا 37، 23، السوهاج 40، 24، أسوان 46، 29. خليني كلام أقول لكم كده درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، ونبدأ مع الرياض. الرياض سجلت النهاردة العظمى 42، أما الصغرى 28، أبو ظبي 38، 32، أنقرة 21، 14، لندن 27، 12، واشنطن 26، 14، باريس 29، 16، بكين 37، 20. خلينا بعد ما اطمنا كده على حالة الطقس النهاردة اخدكم بقى شوية رياضة، شوية نشاط، شوية حركة. لما بنلعب شوية رياضة حتى لو صغيرين جدا قبل ما نبدأ ننزل ونتحرك ونروح اي مشاوير هيفرق معانا طول اليوم. دلوقتي جه معانا مع فقرة الترند. يا ترى ايه اكتر حاجة اهتم المصريين بالبحث عنها امبارح على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكمان اهم الترندات العالمية اللي احتلت صدارة الاكثر متابعة على السوشيال ميديا؟ خليني اقول لكم الترند اللي معانا الاول بيتكلم عن ايه النهارده. بيتكلم عن الممثل الامريكي فان ديزل بعد ما شارك متابعيه بصورة ليه في مصر في منطقة الاهرامات جنب ابو الهول على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الانستجرام بدون اي تعليق، ومن بعدها انهالت عليه تعليقات والجمهور كلها كانت بتعلق نفسنا تيجي مصر مره تانيه وان احنا بنحبك جدا واكيد مستنيين زيارتك تاني لمصر. الصوره اللي نشرها دي كانت اثناء زيارته لمصر عام 2011، وكان مصر جدا على زياره منطقه الاهرامات وان هو يتصور في المنطقه دي وكمان يكون مع الاهرامات وابو الهول. واخر اعمال طبعا فان ديزل الفنيه هو الجزء العاشر من سلسله افلام فاست اند فيوريوس واللي نازله بعنوان فاست اكس، وحقق نجاح كبير جدا منذ عرضه في مصر في مايو الماضي. الترند الثاني معانا النهارده بيتكلم وهو فيديو اتنشر للمعلق الجزائري حفيظ دراجي تعليقا على فوز النادي الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا امام الوداد المغربي، وقال عبر الفيديو على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر ان الاهلي سيد افريقيا بلا نقاش، وقال كمان ان الاهلي نجح في الحصول على 3 ألقاب من بطولة دوري أبطال أفريقيا في آخر 4 مواسم، وده طبعا بعد ما تفوق الأهلي على الوداد المغربي بنتيجة 3-2 بمجموع لقاء الذهاب والإياب في دوري نهائي من دوري أبطال أفريقيا. خلينا كده نشوف الفيديو مع بعض ونشوف التفاصيل اللي موجودة فيه إيه. مشاهدينا الكرام صباح الخير، برحب بحضراتكم ووصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية في برنامجكم صباح البلد اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معايا النهاردة الكاتب الصحفي الأستاذ رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم. أستاذ رفعت منورني دايما. الله يخليك يا أستاذ رفعت، أشكرك. صباح الفل. خلينا نبتدي أخبارنا النهاردة باستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق الذي يزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثنائي
الثلاثي مع الأردن. من جانبه أشاد رئيس الوزراء العراقي بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكدا حرص العراق على تعزيز آليات التعاون الثنائي الراسخة مع مصر والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر في مارس الماضي، مؤكدا أن وتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين تعكس الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة وتعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية في مختلف المجالات، خاصة في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربية المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية. أستاذ رفعت، يعني هذا اللقاء اللي بيجمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي محمد شجاع السوداني، نعم، انه يعني ويمكن رئيس الوزراء العراقي قالها جه بعد ثلاث شهور. طب شايف اللقاء ده ايه، او استكمال عن اللقاء السابق ايه؟ شوفي، ان يجي بعد ثلاث شهور يا استاذ رشا، يعني هناك اصرار من الجانبين على انجاع اي اتفاقات مسبقه على مستوى العلاقات الثنائيه بين مصر وبين العراق، وعلى مستوى الاتفاقات المسبقة أيضا بين التجمع الذي ضم العراق ومصر والأردن أيضا بشكل جيد جدا. يعني ده جانب. الجانب الثاني، أنا هذكر حضرتك بالنسبة لواقع العمالة المصرية في العراق قبل تفجر الأزمة العراقية الكويتية واحتلال العراق للكويت. كانت يمكن العراق تكون أكبر دولة عربية تضم أكبر عدد من العمالة المصرية التي ساهمت بشكل كبير جدا في تنمية وبناء العراق. الظروف اللي حصلت بعد ذلك بالنسبة للعراق بلا شك، ووجود عناصر إرهابية كثيرة في مقدمتها جماعة داعش وأمثالها في العراق، عرضت العراق لخطر التقسيم والتفتيت، وكانت من أكبر المشاكل التي تواجه العراق. الحمد لله تمكنت العراق أنها تتعافى من هذا المرض إذا جاز التعبير، ومن هنا مصر أعلنت وقوفها بجانب العراق في حاجتين اثنين أساسيتين، وده اللي بيتم التباحث فيه طوال الفترة الماضية. نوع الجزء الأول هو مساعدة العراق في نقل الخبرة الأمنية المصرية للعراق لمواجهة كل مظاهر التطرف اللي موجودة فيها، وتبادل المعلومات والأفكار الخاصة بهذه الجماعات المتطرفة. ده جانب. الجانب الآخر التنمية في العراق وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين العراق وبين مصر. بلا شك إن العراق يحتاج إلى جزء كبير جدا من جهود التنمية والبناء في مختلف المدن عنده. الشركات المصرية تكاد تكون أكثر الشركات العربية تميزا في مجال البناء والعمالة الفنية الماهرة، ودي اللي تحتاجه العراق. حتى كان بحث من قبل أكثر من 3 أشهر ما بين مصر وبين العراق ان يتم تكرير البترول العراقي في المصاف التكرير المصرية لتعظيم الاستفادة من منتجات البترولية العراقية. إذن العراق كانت تاني اكبر احتياطي في العالم. بالضبط. وبالتالي العلاقات الثنائية هنا عندما تقوى لابد تقوى بافعال. على الورق انفذ مشروعات تنموية، أعمل تبادل تجاري، تنمية صناعية، التفاهم بقى الجانب السياسي في الملفات الخاصة بالمنطقة. العراق بجانب سوريا مباشرة، وانت شايف حضرتك الملف السوري وكيفية التباحث بشأنه، كيف تعود سوريا إلى حالة الاستقرار بشكل جيد جدا، لابد أن نساعدها كمصر والأردن والعراق في هذا المجال. موضوع الملف الإيراني وبداية عودة العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية وبعدها بعض دول الخليج مع إيران، والموقف العراقي هنا إيه وموقفنا هنا، حتى يكون هناك رأي موحد
ما بين خاصة الدول، خاصة ان ايران بتحاول تتقارب الى مصر، تتقارب الى مصر بالضبط. نعم. فاذا هنا لابد تكون رؤية مشتركة. لما احنا شفنا دول الخليج بدأوا في هذا التقارب على اي اساس واي ضمانات، لان الملف العلاقات مع ايران ملف معقد ويهم كل دول المنطقة، ولابد ان يكون هناك نضع نقاط واسس معينة لكيفية عودة العلاقات حتى تكون علاقات صحية. نعم. وليس فيها نوع من استغلال المواقف أو الإضرار بالآخر وبالهنا. ده كل الملفات دي طرحت أمس في المباحثات ما بين رئيس وزراء العراق وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا، وكانت من الأهمية بمكان لتضع أسس راسخة لطبيعة علاقات قوية ومستمرة، سواء في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمجالات التجارية وأيضا في المجالات السياسية. طيب خلينا برضو مع الزيارة اللي بيقوم بها رئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره العراقي المهندس محمد شياع السوداني افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري العراقي، وذلك بحضور عدد من الوزراء من الجانبين وممثلي القطاع الخاص من مصر والعراق. أكد رئيس الوزراء حرص الدولة الشديد على تعزيز الشراكة والتعاون بين الشركات المصرية والعراقية وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين ممثلي قطاع الأعمال في البلدين، والعمل على تفعيل أنشطة مجلس رجال الأعمال المصري العراقي الذي يتم التعويل عليه كثيرا في زيادة حجم التجارة والاستثمار. جدد رئيس الوزراء التأكيد على جاهزية مصر للبدء الفوري في تفعيل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة إعمار العراق والتي سبق التشاور بشأنها مع وزارتي النقل والإسكان. كما شهد رئيس الوزراء ونظيره العراقي توقيع 11 وثيقة تعاون في عدد من المجالات بين البلدين. إعادة إعمار العراق، نعم. يعني خلينا نتكلم إن إعادة إعمار العراق الآن على الأولويات. إحنا مش بس بنتكلم على إعادة إعمار العراق، إحنا يعني مصر خلينا نقول لما حصل الغزو على قطاع غزة، على قطاع غزة، نعم. لا مش هرجع وراء يعني هخليني قريبة. نعم. شوي إعادة كانت مصر في مقدمة الدول التي قررت مساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة. أكم من المؤتمرات عندما تهدأ الحالة على أرض في ليبيا إعادة إعمار. نعم. ليبيا. نعم. أيضا سوريا إعادة إعمار سوريا. التواجد المصري من أجل عايزة أقولها البناء والتنمية، ده بالضبط. يعني الموضوع مش موجود مجرد شركات وإعادة إعمار وتجارة وشركات بتتعامل مع بعض. صحيح. البناء والتنمية، مصر دائما تتواجد في أغلب الأماكن للبناء وليس الهدم، ده بالضبط. ويمكن بس الخبر برضو أستاذ رشا بيؤكد على جزئية مهمة جدا، وحضور رئيس الوزراء العراقي المنتدى الاقتصادي الخاص برجال الأعمال والشركات الاستثمارية هنا إن الدولتين الاثنين مؤمنين تماما بتأثير القطاع الخاص في عملية التنمية في البلدين. يعني رجال الأعمال في مصر ورجال الأعمال في العراق ومساندة الدولتين لكل شركات القطاع الخاص اللي هيقوموا بعملية التنمية هنا سند دولة. يعني نعم قد يكون هناك مشروعات على المستوى القومي هنا أو هنا تتبناها الدولة، بس تتبناها الدولة من خلال تنفيذ أو قيام بعملية التنفيذ للشركات القطاع الخاص. زي ما احنا عندنا دلوقتي في مصر أكثر من 95% من المشروعات اللي بتتم في مصر ما هي اللي بتقوم بها تنفيذ شركات خاصة، والشركات خاصة تحت نعم إشراف الهيئة الهندسية كإشراف، إنما من يقوم بها هو الشركات الخاصة، لأن التوجه العالمي والواقع اللي موجود بيؤكد إن ضرورة دعم القطاع الخاص لكي يقوم بمظاهر التنمية المختلفة. وده اللي بيتم حاليا دلوقتي في العراق. وهقول لحضرتك كان قبل موضوع الكويت والعراق طبعا كانت الشركات المصرية وعملية البناء والتعمير والتنمية في العراق كانت بتقوم بها، والزراعة كان العمالة المصرية كانت أكبر عمالة بتقوم بعملية التنمية الزراعية في العراق. فهنا من الأهمية بمكان إننا كدولة
أحط الأسس والسند لكل هذه الشركات لكي أولا تضمن حقوقها المادية عند عملية التنفيذ، يكون هناك نوع من التشريعات التي تساندها في عملية تنفيذ المشروعات المختلفة في كلا الدولتين، سواء رجال الأعمال العراقيين أو رجال الأعمال المصريين. يبقى هنا حضرتك لما بتخش كدولة ممثلة في العراق أو في مصر لسند وتقوية الشركات الخاصة، بلا شك بتنجح مظاهر التنمية المختلفة وبتدي ثقة للشركات بتاعتك إنها تقوم بالعديد بعشرات المشروعات المختلفة، وهي تأمن تماما أن الدولة وراها، زي سد يوليوس نيريري في تنزانيا، ما هو تحالف ما بين السويدي إلكتريك والمقاولين العرب، بس هنا دولة، اتفاق دولة، اتفاق دولة طبعا، لأن رئيس الوزراء هو اللي وقع، وبالتالي أصل الشركات دي تمثلك أنت كدولة، فلابد تكوني حامية لهذه الاستثمارات التي تنفق هناك، وبالتالي تبدأ الشركات بقوة وبسرعة، لأن برضو تنفيذها لهذه المشروعات ما هي تعود إلى إنها تعبر عن دور مصر على مستوى الدولة في مساندة الدول الإفريقية مثلا. نفس القصة بالنسبة للعراق، ونفس القصة بالنسبة لليبيا، وإن شاء الله تعود لنا سوريا بشكل جيد، وتقوم مصر بالدور الأكبر في عملية تعمير سوريا في الفترة القادمة، وأعتقد أن العراق سيكون لها دور كبير جدا، وده اللي بيتم التمحص الحدود الحدود بينهم. ده العراق، أنا أتذكر أنا طبعا يعني نتيجة لنشأتي كانت في دول الخليج، فكان العراق كنا بنروحها كتير. نعم. كانت اسمها بلد المليون نخلة. نعم. وأتذكر أن العراق أهدتنا لمصر فسائل البرحي، البلح البرحي، وده كان أول دخول البلح البرحي لمصر. يعني أنا أتذكر ده جيدا. ده صحيح. طيب عايزة أروح للحوار الوطني. الحوار الوطني امبارح كان هناك النائب محمد أبو العنين وكيل المجلس النواب، وأعرب النائب محمد أبو العنين عن تقديره لإدارة مجلس الحوار الوطني فيما يقدمونه من جهود من أجل الخروج بحصيلة نقاشية تكون ذخرا لتطوير الرؤية المستقبلية لمصر. جاء ذلك خلال كلمة له بجلسة أولويات الاستثمارات العامة، ملكية وإدارة أصول الدولة، تمويل الاستثمار العام والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة. ورأى النائب محمد أبو العنين أن الفترة القادمة مصر تحتاج إلى رؤى جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ونحتاج إلى قانون استثمار جديد مبسط وواضح، قوانين تكون من شأنها جذب جيل جديد من الاستثمار، بالإضافة إلى خلق التنافسية داخل الدولة وفي كل محافظة من محافظات مصر، سواء في معدلات التنمية أو الاستثمار وأداء المحافظين، مؤكدا أن مصر قادرة على مواكبة الدول الحديثة. أضاف وكيل مجلس النواب: نحتاج أن نبني مصر بأفكار جديدة بتوفير بنية تكنولوجية حديثة نثقل من خلالها خبرات الشباب، مضيفا: نحتاج لبنية أساسية للسياحة ومعرفة كيفية التسويق العقاري لمصر. وتابع: قضايا التسويق لمصر سواء التسويق المحلي أو العالمي في الخارج يحتاج إلى تعاون جميع الجهات، مؤكدا: مصر مؤهلة لعمل عظيم، وأن الإرادة التي استطاعت أن تخرج من النفق الضيق على مدار 10 سنوات ماضية تستطيع أن تقود قدرات مصر الجديدة خلال الفترة القادمة. وأكد وكيل مجلس النواب أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة، وأن القيادة الحالية تستطيع أن تفجر الطاقات الشابة بالأفكار من أجل بناء مصر الجديدة. واختتم قائلا: متفائل بالفترة القادمة، وكل التحية للحوار الوطني والقيادة السياسية التي تبنت هذا الحوار من أجل وضع رؤى جديدة لمستقبل مصر. أستاذ رفعت، يعني احنا كلنا من الناس المقربين لسيادة النائب محمد أبو العنين، ودايما يعني ساعات كده بقعد معاه أقول له إيه، عايز أسمع وجهة نظرك، لأنه هو رجل صناعة في المقام الأول، ورجل اقتصاد، ورجل استثمار، وفي مجالات كتيرة هو بيعمل فيها، يعني ده غير أنه رجل سياسة ورجل دولة. فلما يديني روشتة دايما لما أقول له إحنا شايف إيه، شايف الوضع إيه،
فلما يقول لي احنا الفترة الجاية 1 2 3 4 نعم، هو له رؤية مختلفة. هو هنا من خلال هذه الجلسة للحوار الوطني ادى روشتة للاستثمار القادم، وليس يعني ما بنقولش تحت رجلينا دلوقتي، نعم. انما هو ادى للاستثمار المستقبلي، نعم. شايف هذه الرؤية كيف تستطيع الدولة، لانه كمان هو قال جملة في غاية الأهمية لما اتكلم على التسويق، واحنا لسنا بجيدين في التسويق، بالمره يعني دي حقيقه لازم نعترف بيها. لما هو قال لك قضايا التسويق لمصر سواء التسويق المحلي او العالمي في الخارج يحتاج الى تعاون جميع الجهات. نعم، نتعاون بقى، نشتغل بقى مع بعض. استاذه رشا، يمكن سياده النائب محمد ابو العينين زي ما حضرتك اشرت يجمع ما بين صفتين اساسيتين. الصفة الأولى رجل صناعة ومجال استثمار وعشرات السنين، وبالتالي خبرة في إدارة هذا الملف بشكل جيد جدا، معرفة نوع المنتج اللي يحتاجه المجتمع ومكانه وتكلفته، وبالتالي إزاي ننميه. نمرة 2 هو رجل سياسة لأنه وكيل للبرلمان، فرؤيته على المستوى القومي بقى واضحة تماما من خلال الدراسات والبيانات والأرقام وطلبات الإحاطة والاستجوابات وخلاف اللي بتقدم للبرلمان. إذن هنا رؤية دولة، مش رؤية رجل صناعة قاصر على رؤيته في استثماراته هو، ده على مستوى الدولة كلها. ودي بتيجي ده أهمية ما قاله امبارح في منتدى الحوار الوطني. منتدى الحوار الوطني أنا سعيد جدا بيه بصراحة، لأنه فتح المجال للاستماع للرأي الآخر أيا كان هذا الرأي، وبالتالي احنا نشوف. يعني أنا ممكن قد أكون فاهم موضوع معين بشكل معين وأن الدولة مقصرة فيه وكان يجب أنها تعمل كذا وكذا 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 وكذا، إما تطرح قدامي الآراء الأخرى لا، أنا فعلا كان تصوري خاطئ لأن الدولة قامت بواجبها في هذا المجال وأصلحت كيت وكيت وكيت أيا كان. وقد يكون عندي من الآراء اللي مش موجودة لدى بعض القائمين على الوزارات المختلفة، وتكون أفكار جديدة في عملية التنمية في مختلف المجالات، وده اللي طرحه سيادة النائب امبارح. عملية التسويق العقاري والتسويق السياحي وتسويق المنتج المصري ايا كان مسماه، حتى استثماراتنا احنا بنحاول نجذب استثمارات، خبره عايزه سوى. خبره كبيره صحيح. جدا جدا، وعايزه نوع من ان المرونه في عمليه اتخاذ القرار وسرعته. ودي لحضرتك امثله مجالات الاستثمار مثلا. احنا عملنا نظام الشباك الواحد وخلاف، انما كان الحركه بطيئه جدا في اتخاذ القرار. اما اجي انا كمستثمر ولاي ان القواعد الجديده او قانون الاستثمار الجديد اللي بيطالب بيه سياده النائب، ان مثلا والله انا بقدم اوراقي عشان الاستثمار في المكان الفلاني بعد ان وجدت بنيه تحتيه من طرق وكهرباء وصرف صحي ومياه وخلافه، فشجعني ذلك ان انا اعمل استثماراتي في المكان الفلاني، تبديني بقى الموافقات. الموافقات دي عايزه مثلا 10 15 جهه. الشباك الواحد ده او الجهه التي هتقوم نيابه عني في تخليص كل هذه، بس في مده قد ايه؟ تختلف بقى. يعني اذا تاخرت مده طويله فانا ممكن كمستثمر ازهق، وانا بحسب فلوسي باليوم تكسب كام وتخسر كام وخلاف، ممكن اتجه الى دوله تانية تشجع الاستثمار اكثر مني. عندما يتم في مصر تحفيز هذا المجال ويقول في خلال 30 يوم وإذا ما تردش عليك يعتبر موافقة على المشروع بتاعك، بلا شك بيبقى دفعة كبيرة جدا لعملية الاستثمار. عملية التسويق العقاري، نحن عندنا دلوقتي ملايين الوحدات العقارية التي من خلال التسويق نعظم الاستفادة بكافة المستويات، بكافة المستويات يعني من المتوسط للأعلى للمتميز للأصول لكله، يعني كله موجود. أنا حضرتك امبارح كنت في زيارة لجامعة السويس، فروحنا زرنا متحف السويس القومي في المحافظة، وكان بيحكي قصة تاريخ قناة السويس وحفرها وخلافه. فسألنا هل بيجي سياح هنا وبتاع؟ قالوا لا. إذن ما فيش تسويق لهذا المكان بشكل جدا نموذج. يعني
حاجة فخمة جدا، قد يكون في دول أخرى حاجات بسيطة قوي، إنما بيعظموا الحاجة دي ويجعلوا السياح يتجهوا إليها ويتغنوا بها ويتفخروا بها. ده احنا عندنا من الإمكانيات والأدوات المختلفة اللي مش موجودة قد تكون في أي دولة في العالم. طب ما ده هيخليني أسألك بقى في الحتة دي، لأن سيادة النائب محمد إبراهيم قال لك كلمة في غاية الأهمية، خلق التنافسية داخل الدولة وفي كل محافظة من محافظات مصر، سواء في معدلات التنمية أو الاستثمار وأداء المحافظين. بالضبط، ما دي نقطة في غاية الأهمية. خلق دي التنافسية مين اللي هيتيح ذلك للتنافس ما بين المحافظات؟ والليدر، القائد، المحافظ. فإذا كان رؤيته أشمل وأسرع وتحركه سريع لتعظيم مجالات الاستثمار عنده في المحافظة، بلا شك يتميز عن المحافظ الآخر. هنا هتبان الفرق ما بين محافظ وآخر. نعم. فهي رسالة للجميع عشان يعظموا إمكانيات كل محافظة في مجال الاستثمار. صحيح. طيب أنتقل بقى، يعني مش معقول حضرتك تكون معانا النهاردة وما نتكلمش عن الثانوية العامة. الثانوية عامة بقى نتكلم على الثانوية العامة. انطلقت أمس امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء، بينما أدى عدد 255 طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الوطنية. حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة على متابعة امتحانات الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات. على جانب آخر، قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن ورقة الامتحان التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية انطلاق امتحان مادة الاقتصاد صباح أمس تعود لامتحان العام الماضي وليس العام الحالي. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار والرد عليه أولا بأول. وناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور. أما لو كان رجعوا الورقة بتاعت السنة اللي فاتت وعملوا ده، ما كانوا عارفوا أنها بتاعت السلفة على طول من غير ما يعملوا يعني. بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. أنا الثانوية العامة دي معرفش، قولي كده انطباعي صح ولا غلط، الثانوية العامة السنة دي مفيش الهيصة بتاعت كل سنة. صح، مش كده؟ صح. يعني الدنيا بقى واقفة والعياط وطالعين، وكان اسمه إير اللي بيحط شاومينج وشاومينج عمل، وده يعني الدوشة اللي كانت بتبقى حوالين الثانوية العامة بالنفسية اللي كانت بتبقى منهارة للأهالي وللطلاب وشدة الأعصاب، شايفها خفت كتير قوي. صح؟ صح. ليه؟ أقولك ليه؟ ليه؟ ده سؤال كده بس مؤقتا يا أستاذ رشا. مؤقتا؟ أيوة. ليه بقى؟ لأن ما تم أمس وأول أمس يعتبر بروفة امتحان الثانوية العامة. ليه؟ لأن المبارح وأول مبارح كان الامتحان في المواد التي لا تضاف للمجموع لكنها شرط نجاح، عشان كده فيه هدوء. بالضبط. لابد تخش المادة دي وتنجح فيها وإلا ما تخش الثانوية العامة. إنما هل الدرجات بتاعتك حتى لو جبت 100% هتضاف للمجموع؟ لا، مش هتضاف للمجموع. فبدأ الامتحان اليوم الأول اللي هو يوم الاثنين في مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، ومبارح تم في مادة الاقتصاد ومادة الإحصاء. بس ده ذكاء طبعا، ده ذكاء اللي حط الامتحان. اول مره بيبقوا في الاخر اخر ايام الامتحانات. لا، وكان يجي معاه اول يوم ماده اللغه العربيه والتربيه الدينيه وهكذا يعني. فده بيبدا يهيئ الطالب اللي جاوب امتحان الثانويه العامه ويعرفه شكل امتحان الثانويه العامه جاي ازاي بنظام الاختيار المتعدد وازاي تجاوب وهكذا يعني. الامتحان الحقيقي للثانويه العامه سيبدا يوم الاحد القادم يوم 18 بماده اللغه العربيه. ومدة الامتحان
هتوصل ل يعني الى ما يقرب من شهر، لانه هيستمر بعد العيد الاضحى عشان في اجازه لمده اسبوعين ان شاء الله. تعرف حضرتك عدد طلاب الثانويه العامه كام السنه؟ انا قريته امبارح في الاخبار. 783 دوله 783 ألف طالب وطالبة متقدمين لامتحان الثانوية العامة. السنة دي الجديد فيها، وهو ده لأول مرة يتم بعد ما طبقنا شكل مختلف على مدى العامين القادمين لامتحان الثانوية العامة، وهو نظام الاختيار المتعدد. أي أن أنا أجيب ورقة الأسئلة وهي نفس النظام، هي ورقة الإجابة، بس المادة بيبقى فيها 40 سؤال أو 35 صح وغلط. لا فبديله الجملة والإجابة عليها أربع إجابات، تختار واحدة منها، تختاري منها في دايرة تسوديها بالقلم فقط، ما تكتبيش. فبتختاري الإجابة اللي أنت طاري إنها صحيحة. بس دي تريكي، دي ممكن يبقى طبعا كلمة في الجملة بالضبط تبقى مغيرة الإجابة، عايزة تركيز يعني. والتصحيح فيها إلكتروني، يعني أنا بدخل ورقة الإجابة تحت الماسح الضوئي على حسب المربجة بتاعته، بيشوف التسويدات اللي أنت عملتيها الصح كام والغلط كام، ويروح مطلع الدرجة في ثانية. ولهذا السنة اللي فاتت واللي قبليها لا يشترط إن اللي بيمسك ورقة الإجابة دي يعني يحطها تحت المسح الضوئي يكون مدرس، ممكن يكون اي موظف عادي وحقيقي ومالوش علاقه بالدرجات. الماسح الضوئي هو اللي بيحسب، لكن هذا الشكل كان فيه عوار السنه اللي فاتت واللي قبليها. ايه هو العوار؟ ولاول مره في تاريخ الثانويه العامه لا يكون موضوع تعبير في ماده اللغه العربيه، لان هكتب فين؟ ده هي تسويد. فبالتالي تقرر هذا العام اصلاح هذا العوار، وان يبقى فيها اسئله مقاليه تحسب لها درجات حوالي 15% من الدرجة و 85% من الدرجات للأسئلة العادية. بس الأسئلة المقالية صححها مدرسين، الأسئلة بنظام الاختيار المتعدد يتم تصحيحها إلكترونيا. إجراءات شديدة السنة دي في عملية المراقبة ومتابعة الغشاشين اللي يعني مش مركز في الامتحان والمذاكرة، وكل تركيزه كيف يصور ورقة الإجابة بالمخالفة، لأن ممنوع منعا باتا دخول أجهزة المحمول. فأفترض أدخل جهاز المحمول وتمكن من أن هو يصور ورقة، عندما يرسلها للخارج يا أستاذ رشا يتم ضبطه بعد 10 دقائق ويعرف وهم عرفوا منين، ويتم القبض عليه في أثناء اللجنة على طول مباشرة. في على كل ورقة في باركود، في رقم سري، لما بيجي يصور الورقة خلصة من عدم وجود المراقب، يعني المراقب مش شايفه، ويرسلها بيتم التقاط الإشارة. هو دي بقى ميزة الرقمنة اللي بقت فيها الدولة والتكنولوجيا الحديثة. في جزء آخر كمان اللي داخل اللجنة في كاميرات مراقبة بترصد حركة الاتنين، الطلبة والمراقبين، لأن المراقب نفسه ممكن يساهم في عملية إنه يغش يغشش الطلبة. يبقى أنا ككنترول على مستوى اللجنة برصد حركة الطلبة أنه يحاول يغش من زميله، يحاول يستخدم المحمول، أو أن مراقب ما يشوفش شغله كويس، أو أن مراقب يغشش طلاب. ولهذا أعتقد السنة دي هتبقى أكثر انضباطا، وعدد حالات الغش هتبقى قليلة جدا بسبب ما صحيح. تم يعني هو كمان نظام عالمي، لأنه إحنا لما بنمتحن برة أو بنقدم لجامعات برة أو كده كل الامتحانات بالطريقه دي بالضبط. يعني حتى بنعودهم على النظام العالمي ايضا. انا عندي خبر هقراه، هو يعني مش مهم نعلق يعني، بس هقراه يعني، لانه لازم المواطن برضو يبقى عارف ايه اللي بيحصل بره يعني. عبر الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في خطاب القاه امام انصاره في نيوجيرسي عن غضبه من محاكمته، حيث قال: اتهام رئيس سابق للولايات المتحده امر مثير للسخريه، وان امريكا ستتذكر هذا اليوم، وان الرئيس بايدن هو اكثر رئيس فاسد في تاريخ امريكا، وعائلته تحصل على اموال من الصين. واضاف في خطابه: ما حدث لي اليوم ياتي في خضم المنافسه بالانتخابات الرئاسية، ويتم بواسطة عدد من القضاة الفاسدين الذين يعيشون فوق القانون، وبالنسبة لي فأنا أحترم القانون ولا أعتبر نفسي فوق القانون، ولقد فعلت كل شيء بشكل صائب، ورغم ذلك تم توجيه تهم ضدي. وتساءل ترامب: لماذا لم يتم النظر بقضية احتفاظ هيلاري كلينتون بوثائق سرية؟
حيث إنها حذفت أكثر من 33 ألف رسالة إلكترونية ولم يتهمها أحد بعرقلة العدالة. وكذلك لم يحقق أحد في امتلاك بايدن وثائق سرية وإرساله أكثر من 1500 صندوق وثائق إلى جامعة ديلاوير. وطمأن ترامب أنصاره بعدما خرج من المحكمة الفيدرالية في ميامي حيث مثل أمامها في قضية سوء التعامل مع الوثائق السرية وقال إن كل شيء يسير على ما يرام. أنا بس قريت الخبر ده عشان أقول الانتخابات ابتدت في أمريكا بس مش هقول غير كده يعني. هي صراع ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي وبين الرئيس الحالي والرئيس السابق. وغير صحيح عندما يقول ترامب ان انا اول رئيس يتم توجيه اتهام لي ومحاكمته. لا تم هو كلينتون ما هو اتحاكم برضه وغيره وغيره. لا بس اتحاكم في حاجه تانية يعني بصرف النظر. لا يعني كانت قضيه تانيه خالص بس برضه رئيس دوله يعني صحيح. انما هي زي ما حضرتك اشرتي ادام بدات الانتخابات الامريكيه يبقى بدات حرب تكسير العظام. وهي الانتخابات كلها كده يعني اتهامات ما بين اي طرف بيبقى داخل وسط بين الرئيس الحالي وبين الرئيس السابق وبين حزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. استاذ رفعت فياض مدير تحرير جريده اخبار اليوم انا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا يا فندم. ربنا يخليك شكرا استاذ رشاد. مشاهدينا الكرام بكده انتهت جولتنا في صحافه النهارده. هنطلع لفاصل والقاكم بعد الفاصل مع موجز الاخبار. مشاهدينا الكرام احييكم مره اخرى والى موجز اخبار صباح البلد. يشارك فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف اليوم في جلسه نقاشيه رفيعه المستوى بمجلس الامن الدولي التابع للامم المتحده حول اهميه قيم الاخوه الانسانيه في تعزيز واستدامه السلام. ويلقي شيخ الازهر كلمه خلال الجلسه يركز فيها على اهميه تعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل أهمية ذلك في نشر السلام واستدامته، كما يسلط الضوء على رسالة الإسلام السمحة في تحقيق السلم والأمن الدوليين. يشارك الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم يشارك اليوم في فعاليات منتدى بناء الجسور ما بين الشرق والغرب وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. تتواصل اليوم فعاليات الاجتماع 13 للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري بمشاركة عدد كبير من وزراء المياه وكبار المسؤولين بالدول الأفريقية. يواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس فعاليات بسعر الدولار والعملات بشكل عام والدولار الأمريكي. الدولار الأمريكي بيسجل النهاردة للشراء 30 جنيه 84 قرش أما البيع ف 30 جنيه 93 قرش. اليورو 33 جنيه 28 قرش أما البيع ف 33 جنيه و40 قرش. الجنيه الاسترليني شراء 38 جنيه و76 قرش أما البيع ف 38 جنيه 88 قرش. الريال السعودي شراء 8 جنيه و22 قرش أما البيع ف 8 جنيه 25 قرش. الدينار الكويتي شراء 100 جنيه 35 قرش أما البيع ف 100 جنيه 69 قرش. ده بالنسبة لأسعار العملات. طب تعالوا نشوف أسعار الذهب حصل فيها إيه. خلينا نتكلم على أسعار الذهب عالميا. عالميا شهدت تراجع وخليني أقول إن التراجع كان محدود خلال التداولات الأخيرة بعد ارتفاع الأسعار. وأيضا تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية. هنلاقي إن الأسعار مثلا عيار 18 بعد ما كان تعدى ال 2000 بشوية النهاردة أو بتعاملات الأمس وصل ل 1980 جنيه. عيار 21 2310 جنيه. عيار 24 2640 جنيه. الجنيه الذهب انخفض. لو تتذكروا امبارح ان الجنيه الذهب كان 18600 النهارده او تعاملات الامس تعاملات المسائيه وصل ل 18480 جنيه. يعني انخفض بنسبه تقريبا 120 جنيه في التعاملات المسائيه. دي كانت اخر الاسعار بالنسبه للذهب. لكن اكيد مع التعاملات الصباحيه والتعاملات المسائيه بيحدث تغيير وهنتابعها مع حضراتكم اولا باول. نطلع لفاصل وبعد الفاصل ما زلنا مكملين مع حضراتكم فقراتنا الحواريه في صباح البلد. عايزه
هتكلم معاكم في الفقرة دي عن موضوع مهم جدا. بقالنا مدة كده على السوشيال ميديا الناس كلها عمالة تتكلم عن حاجة اسمها AI. كل شيء يقول لك ايه المطرب ده غنى الأغنية دي من خلال AI. احنا سمعنا صوت الولد ده بطريقة معينة من خلال AI. كل اللي احنا بنتكلم عنه ده طبعا بسبب الذكاء الاصطناعي اللي بيتطور كل يوم عن يوم بشكل بقى مخيف. بنحاول كل يوم أربع نتكلم معاكم في تفاصيل أكتر عن كل ما يخص التكنولوجيا. فعايزين النهارده نتكلم كده وندخل أكتر في تفاصيل AI. في ناس مش فاهمة هو إيه AI ده؟ يعني إزاي تقدر تاخد صوتي وتعمل بيه كلام كامل، حوار كامل؟ إزاي تقدر تاخد صوتي وتعمل بيه أغنية أنا ما غنيتهاش أصلاً؟ يعني في فنانين مغنيين أغاني هم ما غنوهاش أصلاً. فعايزين نتكلم النهارده كده بتفاصيل أكتر ونتعمق في الذكاء الاصطناعي وإيه هو AI؟ وايه الحاجات التانية اللي احنا ما نعرفهاش اصلا ان احنا بنسمع عنها كده من خلال السوشيال ميديا. النهارده عايزين نتكلم في التفاصيل دي اكتر من خلال ضيفي اللي منوري النهارده مهندس مصطفى رحيم خبير نظم المعلومات. صباح الفل منور. صباح النور يا دليا، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ اخبارك تمام الحمد لله. انت الاي اي هبدا حواري معاك كده بان في تيك توكر معروف اسمه جو موسى طلع من فتره نزل فيديو مهم جدا. هو دايما بيعمل حاجات ساخره وبيهزر وبيضحك، ولكن طلع اتكلم بيقول فيه انه في حد وهي بنت مش ولد خدت صوته وعملت منه حوار كامل وان هو بيبتزها او هو بيعرضها للخطر. فطبعا اضطر ياخد اجراءات قانونيه لان الموضوع كبير. فاحنا بنتكلم دلوقتي شخص معروف عنده فولورز كتير، عنده على النت ما لا يقل عن 100 اكتر من مليون كلمه، اكتر من مليون كلمه، لانه قال كل الكلام في كل الفيديوهات بالظبط. ازاي حد ياخد صوتي وانا قاعده في بيتنا ويخليه حوار ممكن يضرني؟ اولا بصي، هو الاي اي ليه عده تقنيات كتيره جدا. من ضمنهم التقنيات ان انا مثلا ممكن اقدر استخدم صوتك وشكلك يطلع اصلا في فيديو انت ما طلعتيش فيه، زي الموضوع اللي حصل مع جو. حاجه زي كده مثلا اللي هو ما عملهاش اصلا، فيقدروا ان هم يستخدموا بتقنيات كتيره جدا عشان هو اتكلم في فيديوهات كتيره جدا على السوشيال ميديا. فالصوت بتاعه خلاص بقى يعني بقى معروف. فبالتالي هو اخد الصوت اللي عمل كده سي وابتدى يمشي على عده تقنيات معينه بالاي اي، وصل لحد ما هو عرف ان هو اللي هيبان او اللي هيشوف هيلاقي ان هو ده جو، رغم ان هو مش هو اصلا. ده ابلكيشن، لا هو ذكاء اصطناعي ليه عده تقنيات كبيره جدا بتشمل عوامل كتيره قوي. يعني هي عده تقنيات، من ضمنهم التقنيه اللي هي بتتيح مثلا الالات ان انت تستخدمها يا في الخير يا اما بتستخدمها في الشر. في ناس بتستخدم ده في الشر. اي حد يقدر يستخدم الاي اي؟ للناس، بص بصراحه، للناس اللي هي اولا اللي بتكون فاهمه شويه اي اي، والناس اللي هي لو لسه ممكن تقرا عنه يعني هتقرا عنه في الاخر ممكن تستخدمه. بس الفكره هنا ان انا هستخدمه فين وايه وازاي. يعني انا هستخدمه فين؟ ممكن استخدمه في حاجه ممكن تعلمني وتنمي من قدراتي، طب ده كويس جدا. انما استخدمه في ان انا اذي حد، يعني موضوع اللي هو اولا يعني بيطلع او ممكن يطلع زي وش واحد مش هو اللي عمل ده ولا هو اللي اتكلم، ويطلع كانه الفيديو هو واللي هيشوفه هيشوف كده. طب ما انت ثبتت هنا حاجه، يعني حاجه مش كويسه جدا ليه بالمره، تاذيته نفسيا. انت دمرته حتى لو هو في مصر. لا احنا مش بنتكلم على رجاله بقى، رجاله تقدر تواقع يعني بالزبط. تواجه حاجات. انا بتكلم عن الاذى اللي ممكن ناس تسببه لبنات ولاد ناس. دي حقيقه. طب انا اعرف منين ان ده حاجه فيك ومش حقيقيه؟ حتى ما انا ممكن اقعد اقول من هنا لبكره ان ده مش انا، بس الناس شايفاني بالصوت والصوت. لا هو بص، هو ده بيكون برضو مهما حصل بتيجي في نقط معينه كده وبتبان. ليه؟ لان اولا هو الاي اي ما اتطورش بالصوره الكبيره قوي ان هو بيبين، ممكن اللي ورا الخلفيه اللي ورا بتبين اذا كانت هي موجوده في المكان ده فين. يعني بيبان ممكن من الخلفيه، بيبان فيك ولا لا، بيبان ممكن من طريقه الحركه بتاعت الكلام مره واحده، من طريقه الايموشنز، طريقه الاكشنات بتاعتك. لا هو بيبان. بس الفكره كلها هنا ان في بعض الناس كتير جدا مش هتقعد تدقق قوي طبعا في ان هو ولا مش هو بالزبط. هو خلاص هو طلع، فهو خلاص ده كده، ده هو الحق، ده هو عمل كذا كذا. فبالتالي ده طبعا كارثه. طب ليه احنا ما نستخدمش الاي اي؟ لا في حاجات ايجابيه. في حاجات ايجابيه كتير ممكن نقدر نستخدم. زي ايه بقى؟ يعني يمكن حد بيسمعنا شرير بيستخدم حاجات في حاجات شريره، يمكن يسمعنا يفهم ان في ايجابيات. هو في ايجابيات كتيره جدا، بس الايجابيات هو ممكن يستفيد منها زي ما انا ما قلت كده، يستفيد منها في ان هو ينمي من قدراته، في ان هو ما يفضلش واقف في نقطه معينه لان الاي اي هيسابقه اصلا. ممكن لو هو فضل يستخدم الاي اي في ان هو يعمل بيه حاجات مش كويسه او حاجه، لا هو هيجي في يوم من الايام مش هيلاقي ان هو لا هيعرف يشتغل ولا هيعرف يعمل اي حاجه، لان خلاص هو الاي اي بيسابقه حرفيا. طيب احنا دلوقتي يعني ناس بتتفرج علينا من خلال التلفزيون دلوقتي، سمعتك كنت بتقول ان انا ممكن استخدم الاي اي ده في حاجات مفيده.
استخدم الاي اي في حاجات مفيده زي ايه؟ يعني مثلا دلوقتي انا في عده يعني في عده كورسات مثلا او في عده حاجات ممكن يعني اعمل سيرش عنها من خلال مثلا سي شات جي بي تي او يعني وشات جي بي تي دلوقتي ابتدى يتطور برضو عن الاول. ده ممكن انا استخدمه في الافاده ليا انا، استخدم مثلا بعض التقنيات اللي هي الصالحه، اشوف مثلا ممكن اعمل سيرش ان ممكن في روبوتس مثلا ممكن اللي هو بدل اللي هي الحقائب بتاعه الالغام انا ابعت الروبوتس دي، مش انا مثلا مش كمصطفى لا أيوة. يعني ممكن استخدم الاي اي في ان هو يفك الحقائب الالغام دي. يبقى انا هنا وفرت ان انا البشري مش هو اللي بيعمل كده، وفي نفس الوقت لا الذكاء الاصطناعي بيعمل كده، هو بيفك الحقائب دي او سيب التقنيه ما عرضش البشر للخطر. وفي نفس الوقت لا انا ببقى فاهم هو ده هيعمل ايه وفي مهام معينه هو هيعمل. طيب احنا دلوقتي نخش في نقطة تانية كده، انا مش فاهمة يعني ايه الاقي مثلا شيرين بتغني اغنية ما غنتهاش. ده بجد منتشر لدرجة ان في مثلا ناس كتير جدا من الكتاب المصريين اللي بيكتبوا اغاني مصرية، لكن الحمد لله انه ما بيعرفش يكتب اغاني. ما هو اصل احنا دلوقتي وصلنا لمرحلة ان هو بينافس كل بني ادم في رزقه، لان هو عنده تطور غير طبيعي، عنده كل حاجة تكنولوجي رهيب. فأنا عايزة أعرف إحنا نواجه ده إزاي، وإزاي أقدر أحافظ على اللي عندي دلوقتي على التراث بتاعنا. طبعا بص، هو الفكرة كلها إن هو هنا إحنا قصة إن إحنا نواجه ده لا هو بقى شيء أمر مفروض منه. لا إحنا لازم نواكب الحدث ده يعني بأساليبنا إحنا. يعني دلوقتي قصة إن بيطلع أغاني مش بتاعت مغنيين بس هي بصوتهم وكده، ما دي عشان برامج وتقنيات كتيرة جدا، بحر واسع في الإي آي يقدر إن هو يعمل ده. ما هو الذكاء الاصطناعي ابتدى يتطور بقى يروح في مكان حرفيا لا يعني مهما مات بهنا لا هو بقى يعني بقى صعب. فلازم إحنا نواكب ده ونسبة إحنا لان الذكاء الاصطناعي حرفيا نسبه ازاي يعني قول لي انت كده فاهم دلوقتي جدا اكتر مننا ربنا يخليك. لا هو لا نسبه بالفهم، بان احنا مثلا ما نخليش الذكاء الاصطناعي هو اللي زي ما بيقولوا كده هو اللي يسوقنا. لا نعرف التقنيات بتاعته هي ايه وازاي، ولان اللي عمل ده هو عمله يعني بايه، ونسبه بالقرايه، بان احنا بنطور نفسنا، بان احنا بنعمل سيرش مثلا عن حاجات معينه هتفيدنا فيما بعد، اطور من الشغل بتاعي انا، لان انا ممكن اجي في فتره ما اعرفش اشتغل. سي ممكن اي حد يستغنى عن مثلا العملاء، عن الناس اللي شغال عنده، بحيث ان الذكاء الاصطناعي هو ابتدى يعمل تاسكات اصلا انت مش هتبقى ثواني، بيحصل حقيقي ثواني جدا يعني ويعملها. فانت استخدم الذكاء الاصطناعي في ان انت تطور من نفسك، وان انت تبني لنفسك كيان تعرف ان انت تعمل بيه شغل ليك انت هيفيدك. اشتغل على يعني اتعلم تشتغل ان انت اللي تشغل الذكاء الاصطناعي، مش هو اللي يخليك ان انت منحدر في حته معينه، انا بفكر في شر اعمل بيه شر. طب ازي مين النهارده؟ طب انت هتاخد ايه اصلا لما تاذي بيه مثلا حد؟ ايه الافاده اللي هتعود عليك؟ ايه البنفيت اللي هتعود عليك من كده؟ طيب انا معلش عايزه بس نقطه مهمه دلوقتي، الصوت لما بياخدوا صوتي عشان هو بيبقى صوتي وياخدوا كلماتي اللي هي كلماتي اللي طالعه مني برياكشناتي يعني نبرة صوتي هي اللي بتتاخد، هل بيتفرق فعلا الصوت ده حقيقي ولا لا؟ بيتفرق في نقط معينة. هي أول نقطة إن أنت لو ليكي يعني مثلا صوت كتير جدا على السوشيال ميديا، ليكي مثلا أنت بتتكلمي فيديوز كتير وبتاع، فالناس عارفة صوتك، الذكاء الاصطناعي مش هيجيبها بالتقنية اللي هي قوي قوي دي، يعني إلا لما يبقى حد هو فاهم هو هيعمل إيه أو حد هو داخل اللي هو فاهم هو هيعمل إيه. بس لا في حاجات كتير برضو بتتفرق، زي برضو زي ما بقول لك كده، زي الـ 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 الوش لما بيجي بيطلع او بتاع او كده. وعلى فكره مش هنروح بعيد، في ناس ممكن بتقلد اصوات، يعني مش هنروح بعيد، في ناس ممكن بتقلد اصوات مثلا ناس فنانين مش عارف ايه كده. هو ممكن يستخدمها دي في الذكاء الاصطناعي ويوفر على نفسه حاجات كتير جدا. أيوة. يعني هو تامر حسني ضحك علينا كتير برضو في الموضوع ده. حاول يعني في ناس كتير عاشت على فتره ان هو بهاء سلطان بيغني معاه، ما كانش هو، فهو اي من زمان. انا لسه عايز اقول لك والله لسه مكتشف دي من قريب، يعني لسه مكتشف دي مش من بعيد قوي لما هو طلع يتكلم في الموضوع ده، فانا كنت مستغرب جدا يعني اللي هو. طيب انا عايز اعرف منك بقى تقول لنا كده شويه مميزات او امكانيات جايه الفتره اللي جايه من خلال الذكاء الاصطناعي، هتخلي مثلا شغلانات تقل او هتزود قوه شغلانات اكتر. الذكاء الاصطناعي يا اما هيقوي ويعلي يا اما هيقلل حاجات كتير قوي، فايه اللي جاي؟ انا عايز اعرف ايه اللي جاي. بص، هو الذكاء الاصطناعي دلوقتي يعني وانا شايف ان قدام هيبقى موجود في كل حاجه. لان في يعني في شركات بقت خلاص الذكاء الاصطناعي ده بقى امر مفروغ منه بقى يتعمل. فانت هنا برضو تاني هرجع اقول لازم اواكب التطور ده، لازم ان انا اعرف انا رايح فين.
لازم يعني انمي قدراتي في كورسات تخص مثلا ماركتنج، كورسات تخص كذا، اي يعني كذا حاجه، بحيث ان انا ما اخليش الذكاء الاصطناعي برضو هو اللي يسبقني. لان الذكاء الاصطناعي لو سبقني في اي مجال في شغل انا هقعد مش هعرف اشتغل. هو هيعمل التاسك دي في اقل من ثواني. فانت ليه ما تشتغل، ليه ما تتعلمش ان انت اللي تشتغل، تحاول تشغل الذكاء الاصطناعي، زي مثلا زي موضوع برضو تاني شات جي بي تي او غيره او كده، اتعلم ان انت اللي تعمل ده. يعني في بعض الابلكيشنز بتعمل لك الصور بتاعتك بالذكاء الاصطناعي، بتبقى انت فرحان بيها ومبسوط بيها جدا ان شكلك بص بيتغير من كذا لكذا، فانت الذكاء الاصطناعي بيحط خلاص خدك في حته اللي هو بص وراك شكلك عامل ازاي. لا مش اي حاجه بتشوفها من الذكاء الاصطناعي تنبهر بيها، لا حاول انت اللي تسيطر ان انت تحاول تشغل الذكاء الاصطناعي. حتى هتستخدمه في ايه؟ طب هتعرف تعمل بيه ايه؟ طب هتعرف تعمل بيه ايه مثلا؟ تعرف تعرضه بيه على رؤسائك في الشركه او في المكان اللي انت شغال فيه، يشوفوا ان انت استخدمت الذكاء الاصطناعي في حاجه بتفيد الكيان اللي انت فيه. هنا دي هنا كده انت كده بتستخدمه صح. بدل ما انت مستني ان الناس تيجي هي اللي تشغلك، لا. فهي الذكاء الاصطناعي بصراحه انا شايف ان هو امر لازم حتما ولا بد لازم نبقى دارسينه كويس جدا، ونبقى عارفين العواقب بتاعته، ونبقى عارفين النجاح بتاعه هنوصله ازاي. طب ايه في رايك الشغلانات اللي ممكن تتاثر جدا بسبب الذكاء الاصطناعي، تتاثر انها تندثر او تختفي؟ لو قلت لك المذيعه هتزعلي. لا هزعل طبعا، تتهزر ولا ايه؟ هما هيجيبوا مذيعه ازاي عندها روح؟ قول لي كده، مش شايف. لا دي حقيقه والله، يعني في حاجات كتيره جدا، في من ضمنهم هو انا كل ما حد ما يقول لي المذيعه ويسكت عن بقيه الشغلانات، ما تقولوا شغلانات تانيه. لا في مذيعه، وفي على فكره برضو موضوع الماركت اللي هو الناس اللي ليها علاقه بالماركتنج، الناس اللي ليها علاقه بان هم يعرفوا ازاي يعرفوا يعملوا مثلا زي كامبين اعلاني او حاجه زي كده، ممكن الاي اي هو مع الوقت في التطور يعملها. فانت الفكره كلها لا، ان انت لازم توصل لمرحله والجرافيك بيعمل جرافيك صح؟ كلك لا كلها، ما هو ما انا بقول لك انت في صوره ممكن. طب ما في حاجات ثانيه بدات بالمذيعه وسبت كل دول. لا سبت كل الشغلانات دي ومسكت الشغلانه. جيت ما جيت عليا. لا في حاجات كتيره جدا بصراحه الذكاء الاصطناعي يقدر ان هو يوقفها، عشان كده بقول لا ان احنا لازم نطور من نفسنا. طب الاي اي بقى ممكن يوصلنا لمراحل في الفضاء والكلام ده ولا ده صعب؟ هو قدام شويه اللي انا شايفه برضو، يعني طالما يعني بص هو طالما شيفري هينتون ده قرر ان هو ده الاب الروحي للذكاء الاصطناعي، قرر ان هو يقدم استقالته وكده، انا في علامات استفهام جدا تحت النقطه دي. انا وتصريحه كان مخيف. التصريح بتاعه اللي هو انت ليه تقدم يعني في ايه؟ اللي يعني ايه اللي حصل خلاك؟ هو جه قال لك اصلا انا شايف ان الذكاء الاصطناعي ابتدى يتطور، فالبشريه لا ما يعني هيبقى ضرر على البشريه. طب ايه؟ فلا فاه ممكن طبعا ممكن نلاقي ده في المستقبل، ليه لا؟ طالما احنا كنا نتوقع من سنين مثلا فاتت، كنا متوقعين ان في حاجه اسمها شات جي بي تي تقدر ان انت تبعت له ويجيب لك حاجات اصلا، يعني بتكتبي مثلا مقاله ممكن يكتب لك مقالات عن حاجات حرفيا البشري هو ممكن يطلعها احسن منه. كنا احنا نتوقع ده؟ ففي حاجات بصراحه كتير جدا، تساؤلات غريبه هنختم بيها فقرتنا. الموضوع مريب ومخيف لدرجه ان الناس كلها دلوقتي يوميا كل ثانيه وكل دقيقه بتتكلم عنه على السوشيال ميديا، الناس كلها بقى شاغلها الذكاء الاصطناعي والاي اي وايه اللي ممكن يحصل بعد كده. فمهم جدا ان احنا نكون دايما مواكبين الموضوع ونتكلم مع حضراتكم كتير عن الموضوع، عشان لو محدش واخد باله نخليكوا واخدين بالكم. مشكوره جدا نورتني النهارده يا مصطفى، اتمنى دايما لقائنا يتكرر، يومك سعيد يا رب باذن الله. نورني النهارده مهندس مصطفى رحيم خبير النظم والمعلومات. فقرتنا خلصت، حلقتنا لسه ما خلصتش، هنروح لفاصل ونرجع مره ثانيه. يا صباح الفل، صباح السعادة على كل مشاهدينا في كل مكان، أهلا بحضراتكم فقرة جديدة من صباح البلد. عنوان فقرتنا النهاردة الأمل في علاج انعدام الحيوانات المنوية. النهاردة هنتكلم على علاج الحيوانات المنوية والأمل في العلاج بتاع المشكلة دي. في دراسات كتيرة اتنشرت في مجلات عالمية أشهرها مجلة Fertility, Sterility، إن انعدام الحيوانات المنوية بقى منتشر جدا، وإن 1% من الذكور بعد الزواج بيكتشفوا إن عندهم انعدام في الحيوانات المنوية، وإن 10% من المرضى اللي عندهم تأخر الإنجاب لما بيعمل تحليل السائل المنوي بيكتشف إن مشكلة
مشكلته هي انعدام تام في الحيوانات المنوية. النهاردة هنتكلم على الموضوع ده باستفاضة، وكمان هيكون أكيد معانا حلول للمشكلة دي مع القيمة والقامة العلمية الكبيرة اللي مشرفنا النهاردة، الأستاذ الدكتور خالد حافظ استشاري جراحة الذكورة والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكورة، زميل يونيفرستي كوليدج بلندن بإنجلترا، وزميل كلية الجراحين الملكية بجلاسكو بإنجلترا، وعضو الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية، وعضو الجمعية الدولية لجراحات إصلاح مجرى البول. دكتور خالد صباح الفل على حضرتك، اهلا بحضرتك منورنا النهارده. صباح الفل، اهلا وسهلا. النهارده يا دكتور هنبدا بمشكله، واكيد المشكله دي يكون ليها معانا حل، وهو الامل. الامل في علاج حالات انعدام الحيوانات المنويه. خلينا يا دكتور في البدايه نعرف يعني ايه انعدام الحيوانات المنويه، ويمكن المشكله دي للاسف ما بنعرفهاش، او الثقافه السائده عندنا ان ما تتعرفش غير بعد الزواج، طبعا بعد ما بيتم مشاكل كتير والصبر على فترات طويله بيحاولوا فيها ان يحصل حدوث حمل طبيعي. خلينا في الاول نعرف يعني ايه انعدام الحيوانات المنويه. تمام، يعني من دواعي سروري ان انا مع حضرتك النهارده وفي برنامج جميل زي صباح البلد، اللي هو بيدي دايما بارقه امل للناس وبيوصل لهم يعني رساله ان دايما في امل ودايما في علاج، وان احنا لازم ناخد بالاسباب. شرف لينا يا دكتور. الله يخلي حضرتك. انعدام الحيوانات المنويه تعريفه ان مفيش حيوانات منويه نهائيا في تحليل السائل المنوي في تحليلين على الاقل. انا بقول كده ليه؟ لان في ناس كتيره بتعمل تحليل واحد فقط وتلاقي مفيش حيوانات منويه وتعتمد عليه في التشخيص والعلاج، وده خطا كبير. لازم تحليلين على الاقل، ويكون التحليلين بيأكدوا ان مفيش حيوانات منويه خالص في السائل المنوي. يبقى انا كده وصلت لتشخيص الحاله ان عندها انعدام في الحيوانات المنويه، وابدا بعد كده افكر في بقيه التشخيص والعلاج. تمام، تحليلين يا دكتور، تحليلين نفس التحليل، يعني مش تحليلين نوعين مختلفين، تحليلين هو نفس المنوي. التحليل بيتعاد مرتين على بالزبط. فترات متباعده بالظبط، لان ممكن يبقى في مشكله في العينه. العينه ما جاتش بطريقه كويسه، او في مشكله في المعمل، او في اي مشكله خلت الانتربريتيشن او تقييم العينه ديت مش مظبوط. صحيح، وده حصل كتير. يعني كتير مره جالي مريض كان مخضوض جدا جدا، عمل تحليل سائل منوي لقاه صفر. ولما كشفت عليه لقيته أموره كويسة جدا، خصية حجمها كويس، قلت له غالبا، وكمية التحليل كانت قليلة، قلت له غالبا دي مشكلة في العينة بتاعت حضرتك، فمعلش عد لنا التحليل تاني، وعاد التحليل وطلع طبيعي. فلازم تحليلين على الأقل يؤكدوا إن مفيش حيوانات منوية خالص في السائل المنوي. تمام، يمكن يا دكتور مشكلة انعدام الحيوانات المنوية ما بتكتشفش عادة بدري، يعني عادة بتكتشف بعد الزواج، بعد ما بيكون خلاص في حياة في أسرة، هنا بنكتشف المشكلة دي، ومن هنا بقى بتحصل المشاكل اللي بعد كده. حجم المشكلة دي يا دكتور قد إيه؟ هل هي فعلا مشكلة كبيرة جدا ملهاش حلول النهاردة؟ هل هي مشكلة بسيطة وفيها أمل زي ما احنا قلنا وحلولها سهلة وسريعة النهاردة؟ حجم المشكلة دي بيوصل لإيه؟ هو دايما أهمية المشكلة بتيجي من حجمها، بنسميها magnitude of the problem. لما تبقى المشكلة ليها حجم كبير تبقى المشكلة دي مهمة ولازم نسلط عليها الضوء. يمكن أنا هاخد من كلام حضرتك في الانترو إن المشكلة دي بقت منتشرة جدا. يمكن إحنا عملنا دراسة لما كنت في إنجلترا، عملت دراسة على حالات انعدام الحيوانات المنوية، انتشارها قد إيه، وإيه الطريقة الأمثل في علاجها، وفرص النجاح قد إيه. يمكن الدراسة دي ممكن نعرضها على الشاشة. ديت الدراسة اللي إحنا عملناها، نشرناها في الهيومن فيرتيليتي، وديت يعني من الجورنالز المرموقة جدا في أمراض الذكورة. كانت بتتكلم على معدلات حدوث انعدام الحيوانات المنوية وإزاي تتعالج، وإيه فرص النجاح، وإيه فرص الحقن المجهري بعد كده. تمام. في 10% من المرضى اللي عندهم تأخر إنجاب لما بيعملوا تحليل السائل المنوي بيكتشف إن مشكلته انعدام في الحيوانات المنوية. تمام. و10% دي نسبة كبيرة طبعا، ما هياش نسبة قليلة. 1% من الناس اللي عندها انعدام تأخر في الإنجاب بشكل عام بتبقى مشكلته انعدام في الحيوانات المنوية. فطبعا مشكلة انعدام الحيوانات المنوية منتشرة جدا، وهي في ازدياد دلوقتي. يعني كان زمان نادرا لما يجي لنا مريض تحليله صفر، دلوقتي يمكن نص العيادة أو أكتر مرضى معاهم تحاليل ما فيهاش حيوانات منوية. السبب إيه يا دكتور؟ هل هي أسباب وراثية؟ هل هي أسباب يعني مكتسبة؟ هل هي حاجات عادات خطأ الرجل بيعملها؟ مش موضوع عادات قوي، ولكن في لسبب أو لآخر الموضوع زاد.
في ثيوريز كتيره وفرضيات كتيره بتقول ليه انعدام الحيوانات المنويه زاد دلوقتي. ممكن التعرض بقى لملوثات، التعرض لمشكلات بقت موجوده في اللايف ستايل بتاعنا دلوقتي، الاكل مثلا الغير صحي بيأثر بالظبط، ممكن كل الحاجات دي تأثر. زائد العامل الاكبر من وجهه نظري ان الثقافه اللي زادت. يعني كان زمان ممكن اثنين يتجوزوا بقالهم 20 سنه ما خلفوش ويعيشوا ويموتوا، ما نعرفش كانت المشكله عند الراجل ولا ما نعرفش خالص. دلوقتي بعد شهر ولا شهرين تلاقي الناس جايه تكشف انا متجوز بقالي شهرين وما خلفتش. طبعا شهرين دي مده صغيره جدا، ولكن الثقافه الطبيه بدات تزيد وحرص الناس على السعي للميديكال ادفايس زاد، فبدانا نكتشف. فده اللي خلى المعدلات تزيد دلوقتي. سبب كمان يا دكتور من اسباب زياده الثقافه دي في الفتره الحاليه ومن فتره طبعا وجود حضراتكم لما بتطلعوا دايما معانا في البرامج التثقيفيه نتكلم اكتر، نعرف الناس المعلومات الغلط، نعرف الناس الصح، دي حاجه زادت جدا من وعي الناس بالزبط. وخلت فعلا الشباب عندهم القدره كمان على مواجهه المشاكل. يعني بالزبط. يمكن زمان ممكن برضو كان اكتر لما حد يبقى عنده مشكله ما بيواجهش قوي، لكن دلوقتي بقت الثقافة متغيرة، بقت الشاب بيواجه بيروح علشان يتعالج علشان طبعا حياة أفضل. يعني بالظبط، لأن برضو الأمل يمكن عنوان الفقرة الأمل في علاج انعدام الحيوانات المنوية. كان زمان الناس شايفة أن الموضوع ده ما فيش فيه أمل، يعني مثلا من 10 سنين من 15 سنة لما كان المريض بيجي بتحليل صفر حضرتك روح أقعد في البيت ملكش حل. صحيح. دلوقتي لا، في فرص كتيره جدا. صحيح. في العلاج، وفي نسبه كبيره جدا من المرضى دول ربنا بيرزقهم باولاد عن طريق العلاج اللي هنتكلم عليه بقى في تمام. الاسئله اللي بعد. طيب لو اتكلمنا يا دكتور عن انعدام الحيوانات المنويه، احنا قلنا خلاص اسبابها، الانواع هل ليها انواع ولا هل كلها حالات واحده، كلها حالات متشابهه بتتم بعلاج واحد بتكنيك واحد؟ لا طبعا ليها انواع، والذهاب للمختص هو اللي بيخليني اشخص أنا أنه نوع فيهم وإيه سبب مشكلتي وإيه أفضل طريقة للعلاج. في نوعين كبار. النوع الأولاني اسمه النون أوبستراكتيف أزوسبرميا، يعني انعدام الحيوانات المنوية بسبب ضعف نسيج الخصي. تمام. يعني المصنع ذات نفسه ضعيف. النوع الثاني اسمه الأوبستراكتيف أزوسبرميا اللي هو انعدام الحيوانات المنوية نتيجة انسداد في القنوات المنوية. تمام. يبقى النوع الأولاني نتيجة ضعف في نسيج الخصية، وده بيمثل حوالي 70% من الحالات، هو الشق الأكبر. والنوع الثاني نتيجة الانسداد، وده بيمثل حوالي 30%، وده شق أقل شوية. ضعف نسيج الخصية ليه أسباب كتيرة، زي الخلل الهرموني، زي الدوالي لو كبيرة وبقالها مدة طويلة، زي الخلل الجيني أو مرض كلاين فلتر، زي الالتهابات، زي الخصية المعلقة. أي حاجة تأثر على نسيج الخصية ممكن تخلي تصنيع الحيوانات المنوية يضعف جدا لدرجة ان ما يبقاش في حيوانات منوية خالص. تمام. في الناحية التانية الانسداد اللي هو 30% من الحالات برضو ليه اسباب كتيرة. في اسباب خلقية، في ناس مولودة من غير حبل منوي. يعني الخصية سليمة تماما ولكن الوعاء الناقل اللي بينقل الحيوانات المنوية مش موجود. في حالات بيبقى فيها انسداد في قناة القصف. في حالات عملت جراحات قبل كده بشكل مش مظبوط وتم ربط الحبل المنوي على الناحيتين. ففي أسباب كتيرة قد تؤدي إلى الانسداد. إن أنا أميز حالتي إذا كانت ضعف في نسيج الخصية ولا انسداد في القنوات المنوية، ده مهم جدا جدا طبعاً. جدا في رحلة العلاج بعد. هنا بقى يا دكتور جينا عند الحتة الأهم في رحلة العلاج زي ما حضرتك بتقول، وهي التشخيص. تمام. هنا بقى نعمل ايه؟ يتم تشخيص الحالة ازاي؟ المريض او اللي حس ان هو عنده عرض او اللي هو عرف بالفعل مشكلته هي انعدام الحيوانات المنوية يبدأ يعمل ايه عشان يمشي في طريق صح؟ في طرق كتير بنمشي فيها بتضيع وقت كتير، فلوس كتير، فرص كتير من ان يحصل حمل طبيعي او تحصل حل المشكلة دي. نمشي بقى ازاي طريق صح؟ هي دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها للناس. انا السيناريو اللي بيحصل ايه؟ اتنين بيتجوزوا والحملة ما بيحصلش أول شهر واثنين وثلاثة، وبعد كده بنروح لدكتور النساء. زي الثقافة السيدة أول حاجة طبعا. أول حاجة أول باب هو دكتور النساء. صحيح. الدكتور النساء المفروض إن هو يطلب تحليل سائل المنوي، ده رقم واحد. لو تحليل السائل المنوي فيه مشكلة أريفير الراجل لدكتور الذكور. لو تحليل السائل المنوي كويس أبدأ أشوف الست. اللي بيحصل إيه بقى؟ أنا ما بطلبش حاجة من الراجل والست تقعد تعمل أشعات وتحاليل وأشعة بالصبغة ومنظار بطن وحاجات مرهقة جدا. صحيح. وحاجات طويلة جدا وبتاخد فلوس وقت ومجهود، وبعد ده كله أكتشف إن تحليل الراجل صفر. فحرام علينا طبعا، هي كانت سليمة، كان المفروض ما تعملش أي حاجة خالص. كان المفروض إن أنا أوفر الوقت والفلوس والمجهود، ويمكن الوقت أهم حاجة. في ناس قعدت تتعالج بالعشر سنين
وبعدين اكتشفوا ان المشكله في الراجل. طيب بعد ما الراجل اتعالج الست بقت عندها 40 سنه الفرص خلاص وفرصتها ضاعت، يروح يتجوز واحده تانية ويبقى انا كده ظلمت هو السبب اساسا اللي يعني صبرت عليا كل المده دي. صحيح. فرقم واحد تحليل السائل المنوي، لو تحليل السائل المنوي فيه مشكله ما اقعدش اتعالج مع دكتور النساء. انا جالي مريض كذا مره قاعد يتعالج مع دكتور النساء 10 سنين، يروح العياده يقعد ستات كلها قاعده هو قاعد في النص. طب انت يعني هو ازاي مقتنع اساسا انت مش ملاحظ ان في حاجه غريبه ان كل قاعدين ستات وانت الوحيد اللي قاعد؟ الراجل يتعالج عند دكتور الذكوره والست تعالج عند دكتور النساء. طب بنشخصه ازاي؟ برضو زي ما اتعودنا التشخيص لازم يبقى سيستماتيك، التقييم الاكلينيكي والفحوصات. الراجل بيجي بناخد منه تاريخ مرضي، هل اتعرضت لالتهابات وانت صغير، كان عندك مشكله وانت صغير زي الخصيه المعلقه، جاي ورم في الخصيه لا قدر الله، خدنا علاج كيماوي علاج اشعاعي، نحاول نوصل لسبب مشكلته. تمام. طيب بعد كده بنفحص المريض، بنشوف الحبل المنوي اخباره ايه، هل في عدم تخليق للحبل المنوي ولا لا، في انسداد او في بنلاقي الحبل المنوي كده بيدد عامل في الريجولاريتي كده في مشاكل، او الخصيه حجمها عامل ازاي، حجمها طبيعي ولا حجمها صغير، كل الحاجات دي بتخلينا نشخص وتخلينا نعرف ده انسداد ولا ضعف في نسيج الخصيه. بعد كده بنطلب الفحوصات، الفحوصات في حاجات كتيره ولكن اشهرها تحليل السائل المنوي في مرتين على الاقل، تحليل الهرمونات، الهرمونات في الاغلب بتخلينا نفرق، بتبقى طبيعيه في حالات الانسداد وفي الاغلب هرمون الاف اس اتش بيبقى عالي جدا في حالات ضعف نسيج الخصيه، وبنعمل اشعاعات، اشعه على الخصيه وممكن اشعه من الشرج عشان نشوف في انسداد ولا لا. دي الحاجات اللي غالبا بنطلبها، ممكن نطلب حاجات اكتر من كده اقل من كده على حسب الحاله، حسب الحاله طبعاً. ولكن في نهايه المطاف بعد ما نعمل ده كله الصوره بتبدا تتضح طبعا، المريض ده عنده انسداد ولا عنده ضعف في نسيج الخصية، سبب المشكلة ايه، المفروض يتعالج ازاي. تمام. لما نعرف اكيد السبب مظبوط هنمشي في طريق العلاج المظبوط المختصر اللي ممكن يكون يعني في مدة بسيطة بالزبط. جدا ويتم العلاج النهائي بالزبط. طيب نتكلم بقى يا دكتور عن الامل، ودي يعني النقطة المهمة في فقرتنا النهاردة، وهي الامل في علاج انعدام الحيوانات المنوية. يمكن ده السؤال الاساسي بتاع فقرة النهاردة. هل انا لو اكتشفت ان عندي انعدام في الحيوانات المنوية اقعد في البيت؟ لا، حضرتك هتسعى للعلاج لأن عندك فرص كبيرة جدا 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 للعلاج. أولا حالات الانسداد، حالات الانسداد أكتر من 99% من مرضى الانسداد بنعرف لأن الخصية سليمة ولكن في انسداد في الحبل المنوي، فالمصنع نفسه سليم، ممكن أستخرج حيوانات منوية من البربخ أو من الخصية وأعمل بيها حقن مجهري. تمام. فرصة نجاح الاستخراج ده 99%. تمام. فحرام عليا يبقى مريض عنده فرصة فوق ال 95 او 99% واقول له اقعد في البيت. ده رقم واحد. رقم اتنين نيجي للكاتيجوري الثاني اللي هو ضعف نسيج الخصيه. في اكتر من 50% من مرضى ضعف نسيج الخصيه ممكن نستخرج منهم حيوانات منويه عن طريق المسح الميكروسكوبي. عن طريق المسح الميكروسكوبي. يمكن كان في صوره ممكن نعرضها تبين لنا المسح الميكروسكوبي بيتعمل ازاي وايه هي فرص النجاح في المسح الميكروسكوبي. ديت الصوره اللي معروضه، ده شكل الخصيه وشكل الانابيب المنويه. الانابيب المنويه اللي في النص اللي ممسوكه بالفورسبس دي شكل الانابيب المنويه السليمه. تمام. واللي موجوده على الاطراف دي شكل الانابيب المنويه الضعيفه. المسح الميكروسكوبي ده انا بفتح الخصيه وبدور جواها على بؤره منويه فيها حيوانات منويه سليمه، ابدا اخدها واستخرجها واجمدها واعمل بيها بعد كده حقن مجهري. يمكن في فيديو بيبين كمان بالتفصيل طريقه المسح الميكروسكوبي. الفيديو ده فيري الستريتيف، يعني احنا كده بنفتح الخصيه وبنبدا ندور جواها بالميكروسكوب الجراحي. الميكروسكوب الجراحي ده بيكبر جدا زي ما احنا شايفين على الشاشه، بيكبر جدا 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 الانسجه اكتر من 20 ضعف، يعني سنتي يبقى ربع متر. بنشوف البؤره المنويه، بنطلعها بنبص عليها بالميكروسكوب في معمل الاجنه اللي جنبنا. دي الشكل العينه اللي فيها حيوانات منويه، دي شكل العينه اللي ما فيهاش حيوانات منويه. بعد كده بنبدا نعمل بروسيسنج للعينه ديت، نستخرج الحيوانات المنويه ونعمل بيها حقن مجهري. كده قفلنا الجرح اللي اتعمل بشكل برضو دقيق. تمام. وده اللي بيميز العينة الميكروسكوبية عن العينة العشوائية. العينة العشوائية بناخدها كده عمياني من غير ما نطلع البؤرة المنوية، ممكن تمام. ناخد جزء كبير من نسيج الخصية وده بيبقى ليه أضرار كبيرة قوي للخصية. هنا الشكل الفيديو ده الصورة دي بتبين الحقن المجهري ازاي أنا بحقن الحيوان المنوي جوه البويضة.
مهما كان الحيوان المنوي ده ضعيف ما بيتحركش كويس، انا خلاص انا انتقيت افضل الموجود صحيح. وحقنته جوه البويضه بشكل مباشر عشان يتكون جنين بعد كده ننقل الاجنه. ففرص الامل وفرص العلاج فوق ال 95% في حالات الانسداد، فوق ال 50% في حالات ضعف نسيج الخصيه. اللي عايز اقوله حضرتك ان حتى ال 50% اللي ما بنلاقيش فيهم حيوانات منويه هو برضو بيبقى استفاد. تمام. بيبقى استفاد ان هو خد بالاسباب وان هو ارتاح نفسيا، انا خدت بالاسباب وعرفت ان الخصيه بتاعتي مش شغاله، فانا كده ابقى مرتاح نفسيا ما اقعدش طول العمر احس ان انا كان عندي فرصه وانا فوتها على نفسي. تمام. طبعا يا دكتور يعني معلومات قيمه جدا من حضرتك، بشكر جدا وجودك معنا النهارده، شرفتنا ونورتنا. الاستاذ الدكتور خالد حافظ استشاري جراحه الذكوره والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره، زميل يونيفرسيتي كوليدج بلندن بانجلترا، زميل كليه الجراحين الملكيه بجلاسكو بانجلترا، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحه المسالك البوليه، وعضو الجمعيه الدوليه لجراحات اصلاح مجرى البول ISORU. خلصت فقرتنا، استنونا وفقرات مختلفه من صباح البلد.